ليليا مولين، صباح النور. صباح الخير سميرة، صباح الخير عليكم. إذا ما عمرنا ما هدرنا على الخطبة في الجمالية كليليا. لا الخطبة صحيح، لكن غلطة. كنهضروا دائما على الحنة ولا العرس، اليوم غادي نشوفوا حيت دابا داك لا رونكونتر الأولى اللي كتكون واحد عاد كيتلاقى بالعائلة، دائما البنت كتكون شوية مشوقة ولكن مازال ما عارفة واش دير المشطة كبيرة، واش دير مكياج كبير، وشنو غادي دير. دونك اليوم غادي نوريوها كيفاش تعتني بالبشرة ديالها قبل ما دير المكياج ديالها ديال لي فيونسا اللي غادي تتبعوه معنا ان شاء الله في الحلقه اللي غادي تجي. دونك اليوم غادي ندير لكم بحال قلنا ماشي هو مقشر، ولكن غادي ندير لكم ان سوان اللي غادي تقدروا تحيدوه بحال قناع ماسك اللي غادي تحيدوا فيه داك لا بوليسيون اللي كتكون على الوجه ديالكم، وفي نفس الوقت الا كانوا لي بوين نوار صغار ولا هذا غادي تقدروا تحيدوها، غتعطيكم ليكلا. على شنو غنحتاجوا؟ غادي نحتاجوا اوراق ديال الجيلاتين. دونك غادي ناخذوا ثلاثه ديال الاوراق ديال الجيلاتين. الا لقيتوا جيلاتين غبره اون بودغ ديروا جوج معالق كبار منها. غادي نديروا اربعه ديال المعالق كبار ديال الحليب. غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الماء ورد ونص معلقه صغيره ديال الحامض. دونك غادي نخلطوا مزيان، غادي تفزقوا هاد لا فوي دو جيلاتين كنفزقوها باش كتبدا تذوب، ومن بعد غادي ديروها في السخونيه فغادي تذوب كلها. اوبس سميره ما كاينش حدايا باش ديري معايا لي بيتيز اليوم. راه خليتك ديري لي بيتيز بوحدي تقدري الكفايه حيت انت معاك لي سوان تهموني بزاف لي سوان. طبعا لي سوان ماشي غير بالنسبه للسيده اللي مقبله على الخطوبه، لكن اي واحد يقدر يديرهم ياك. اي واحد ممكن له يديرها. هي الواحد هي هاد القناع هذا ما يمكنناش عاوتاني غادي نديروه كل اسبوع، الواحد ممكن له يستعملوا مره في الشهر. علاش؟ حيت فاش كنجيو نجبدوا هذيك الورقه من الجلده ديالنا، هانتوما غادي تشوفوا هنايا درتو على سكينه، ففاش غادي تستعملوه غادي ديروه بالبانسو دونك بشيته اللي غادي دوزوه على الوجه ديالكم كامل، يمكنكم ديروه على الوجه. هنايا درت لكم غير واحد بعض المناطق حيت الوقت ما غيسمحناش باش نحيدوه كامل. انا علاش غنخلي السكينه هي اللي تحيدو؟ حيت هو راه فاش كيجبد لي بوين نوار، الا كانوا عندكم شعيرات صغار راه كيتحيدو. دونك اللهم الواحد يديروا راسو باش كيتحكم باش يحيدو. هنايا بيان سور ما تقيسوش الحجبان ديالكم وما تقيسوش النبته ديال الشعر ديالكم حيت راه كيلصق فريمون. سكينه غتوريكم هي غادي تحيدوا راسها، حنا درناه في الجبهه. كتشوفي لا طارشي بوين نوار، دونك كتشوفوا هنايا كيتحيد. لا كوش ديروها دائما تكون شويه غليظه، ما تكونش رقيقه بزاف باش تقدروا تحكموا فيها، تقدروا تحيدوها في دقه بحال هكا باش ما تفرتتش ليكم. ففاش كنديروها على الوجه كامل خصكم تعرفوا بان راه زعما كي دغيا كتولي لكم الجلده ديالكم نقيه وكيولي لكم واحد ليكلا، واحد الرطوبه في البشره. انايا كنديرو كنستعملو فهو فريمون ما يصلحش كاع من بعد نمشيو نديرو دي سوان، باسكو هو براسو راه سوان فيزاج. هانتوما كتشوفوا غير الطرف اللي محيد والطرف اللي مازال ما محيد، كيبان لكم الانف ديال السكينه كيفاش كيبان ليس. الوغ من بعد غادي نبدا نوجد لكم اون كريم اللي غديروه من بعد ما ساليتو القناع ديالكم. دونك من بعد ما درتو القناع غادي نديرو اون كريم اللي غادي يكون فيها لالوي فيرا، غيكون فيها زيت الكوكو، وغيكون فيها الروح ديال الخزامه. دونك سكينه هي دابا كتحيد هي القناع، انا غادي نوجد لها لا كريم باش من بعد غادي ديرها من الفوق منها. دونك هنايا غادي نديرو 6 ديال المعالق كبار ديال زيت الكوكو. دونك هنا درنا 6 ديال المعالق كبار ديال الكوكو، غادي نديرو معاها معلقه كبيره ديال لالوي فيرا جيل.
فوالا وغادي ناخذوا خمسة ديال القطيرات ديال الروح ديال الخزامة. ايوا دونك هنا غادي نخلطوه مزيان. وسميرة دابا اللي غادي تخطيني مزيان غادي نديرو الباتور شي بعدا باش تعرفي بقيتي معاك ياك. دابا واحد الباتور غادي يبدا دونك من بعد غادي نديرو غادي ندوزوهم بالباتور حتى كيطلع بحال الشونتيي اون كريم اللي كتولي بحال الشونتيي. وباش في نفس الوقت كنخلطوها مزيان فهنا غادي ناخذوا هاد لاكريم ها هي حنا موجدينها غنعطيها لسكينه وغادي ديرها على الوجه ديالها. كتشوفوا هنايا البشره ولات حميمره ورطيطبه هنايا فهي سكينه غادي تاخذ لاكريم وغادي ديرها على الوجه ديالها. دونك هنا باش كنديروا ان سوان درنا اميني سوان كله فوالا. وهاد لا كريم بيان سور الواحد يمكن يستعملها كل نهار ماشي لابد غادي يستعملها غير المناسبات ولكن كنا نستعملوها كل نهار. اي فوالا دونك وريناكم ميني سوان فشكرا وكنتمنى يعجبكم هاد لي ميني سوان هادو اللي وجدنا لكم اكيد اللي يمكنكم ديروهم بوحدكم. دونك واخا تكون عندكم شي مناسبه خطبه ولا اي مناسبه فهي ميني سوان اللي ساهل اللي الواحد يمكن يديرو حيد فيه لي بوان نوار وفي نفس الوقت كنغذيو البشره ديالنا. الله يعطيك الصحه ليليا شكرا لك باسم كل سيدات اللي تشاهدونا اليوم صباحيه دوزيام اللحظه. غادي نستقبلوا فنان عزيز بزاف فنان متعدد المواهب جينا ماشي لاول مره طبعا لانه فنان عنده الاسم ديالو جينا بالجديد ديالو مراد اسمر ضيف للشوي في فقره نجوم ونجومه.